بين طيات كتابها البالغ عدد صفحاته 365، حملت سنة 2022 الأمل والألم أيضاً. 5 أيام بعد بداية العام الجديد، ودعت الجزائر قامة كبيرة، الفنان محمد حلمي عن عمر ناهز 90 سنة، ليلحق به رفيق الدرب والمشوار الطويل مصطفى برور بعد مسيرة حافلة من الإبداع. الموت في 2022 فجعنا في رحيل أعمدة جيل ذهبي، حيث رحل عنا أحمد بن عيسى ومحمد حزيم، اللذان اتفق الجميع على حبهما ليجتمعا على شهر الرحيل في 70 من عمرهما. ها هي وين؟ لا هيا وهادي. لا حبرك مزعقة يا صحيا وهادي. لا هيا وهادي. لا هديك عمك شوف. لا. وبعدما خطف الموت المغني دخيل مراد المعروف باسم مراد الصيفي، ودع المالوف الفنان العربي غزال الذي كان سفيره بامتياز ومثله في عديد المحافل الوطنية والعالمية، وهو المنحدر من ولاية قسنطينة التي ترعرع فيها المخرج السينمائي ومدير التصوير نصر الدين قنيفي، الذي فارق الحياة في الفاتح من شهر أوت، شهر عرف أيضا فراق بشير يلس لريشته قصرا بعد رحيله عن الدنيا عن عمر ناهز 100 سنة. وخا عن ناسينا يا ولد. يوالا راكي خايفة ناكلها؟ تاكل الرعد. فريدة صابونجي وشافية بودراء فخامة الاسم تكفي، عمدات الفن الرابع والسابع ونجمتا كل الشاشات، رحلتا في 2022 بعد مسار حافل بالأعمال التاريخية والاجتماعية الخالدة. رايحين يخطبوا بنت السلطان. ومن نفس الجيل تشاء الأقدار أن يودعنا المسرحي مصطفى بن شجراني عن عمر ناهز 82 سنة، وهو نفس العمر الذي رحل فيه الممثل عباس بودن. يا راغب في الحياة اسمع لي ونعم، قبلك ساروا ناس نالوا بالحكمات ويفيدوا بالمعان بهم تستسلم، جرب كان بغيت تحقق الأشيات. أغنية الشعب في الجزائر فقدت ركيزة من ركائزها، الفنان عزيوز رايس الذي فارق الحياة بعد معاناته من مرض عضال. قبل ما نربحي للسلف دمعي هو دمعي قل وعد مصري بالشوق ملي أتأمري. عالم الأدب بكى رحيل حامل القلم والمرجع في العلوم السياسية الكاتب عبد العزيز بوبكير، الذي ودع الدنيا وقراءه عن عمر ناهز 65 سنة بعد صراع مع المرض. عام 2022 فقدنا أسماء مهمة في تاريخ الأدب والفن في الجزائر، سنة الحياة، ولا نملك إلا أن نترحم على جميع موتى المسلمين والدعاء بطول العمر لمن ما زال ينبض إبداعا والتزاماً.